إذا مرحبا بكم مشاهدين قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أكادير. كما كتشوف معنا سد أمني، أنا وكما كيعرف الجميع أن هذه الليلة ليلة رأس السنة. كما كتشوفوا يعني مراقبة صارمة، طوموبيل بطوموبيل. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، ف يعني مراقبة السيارات وحدة بوحدة. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام ومراقبة الوثائق ديال السيارة، يعني والناس اللي ما دايرينش لي بافيت. ف كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، استنقاء أمني المراقبة صارمة جدا. تحية للجل الأمن أيضا التي صاروا على الأمن والأمان.
كما كتشوفوا المشاهدين الكرام فمراقبة صارمة هاد اللحظات خصوص يعني قرار إغلاق يعني حضر تيزوال ليلة رأس السنة.